خطيرة جدا القائد، يرجم الكرة على كيف مش تسلل هاري والرابع، هاري والرابع، هاري يا هاري يا هاري. نتابع هذه الكرة خطيرة بالراس وعالمي، عالمي يا هاري كين، عالمي يا هاري كين، هاري كين في خامس الأهداف، عالمي يا هاري، بوم بادل كين، رجع نادير هاري ليسجل الهدف الخامس، 5 وخميس على منتخب الإنجليز، خماسية في شوط أول رائع وتاريخي، وخمسة عن طريق ثلاثية القائد هاري كين. خلاص يا توتنهام تحلت الشبكة وتفكت العقدة، هاري في ويمبلي في الشوط الأول. وبطل أمم أوروبا أمامنا هنا في انطلاقة من جانب اللاعب اللي ينطلق أمامنا هو اللاعب أوكوفور، لاعب ريد بول سالزبورغ، خطورة المساحات، كرة خطيرة، تسديدة، هدف أول، هدف أول عن طريق اللاعب فيدمر، فيدمر لاعب نادي مايلز، المساحة ظهرت أمامنا هنا، والكرة الهدف الأول هنا من المنتخب السويسري الذي يحاول أن يحقق فوز كان قد تحقق في تصفيات 94 لما فازت سويسرا بهدف مارك هوتيجر. أمامنا هنا في مباراة كاد الطرد دينو فاجو، وأمامنا هنا الهدف الأول للمنتخب السويسري. أمامنا دقيقة واحد نشيء بيتمن إيمرسون، عمر طول إنسينيا، خطيرة، يأتي هدف التعادل، يأتي هدف التعادل.